بنسبح على حضراتكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم فقراتنا النهارده في نهارك سعيد. ودلوقتي الحقيقه هنتكلم عن مشروع مهم جدا ومشروع مختلف وهو بيخص التعليم، مشروع كيدز ريد واللي بيقوم به المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم المصريه. باختصار الموضوع ليه علاقه بتطوير التعليم، بتطوير العقليه المصريه للطفل، وافتكر انه الاهتمام بالاطفال او الاهتمام بمجال التعليم بشكل عام هو شيء مهم جدا، لانه الاطفال دول هم الجيل اللي جاي، هم المستقبل، هم مصر اللي جايه اللي احنا نفسنا نشوفها بشكل جميل وبشكل متقدم وبشكل متطور. فلازم نبتدي من التعليم زي ما دايما كنا بنقول وزي ما دايما كنا بالنادي. هنتكلم في المشروع اكتر بالتفصيل، وهنتكلم اكتر عن طبيعه المشروع وطبيعه تنفيذه ومدى اهميته. طبعا كنت بشرحها لحضراتكم مع الاستاذه داليا عادل، المدير الاقليمي لخدمات التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني. صباح الخير استاذه داليا. صباح الخير، اهلا بيكي معانا النهارده في نهارك سعيد. في البدايه شرح بسيط لكيدز ريد او لمشروع اللي بيقدمه المركز الثقافي البريطاني. وزي ما حضرتك تفضلتي، كيدز ريد هو قائم يعني على الاطفال، منصب على الاطفال. ليه الاطفال؟ برضو زي ما ذكرتي، لان هو ده المستقبل بالظبط. التعليم طبعا من المحاور الاساسيه جدا لاي نهضه واي تقدم طبعا. والتعليم، احنا لما بنقول تعليم بنتكلم على العقليه، مش بنتكلم على المناهج والتلقين. عشان كده احنا فكرنا في مشروع كيدز ريد. المجلس الثقافي البريطاني احنا معانا شريك بنك عالمي هو اللي بيقوم بالتمويل، وطبعا زي ما ذكرتي برضو اي شغل بنعمله بيبقى تحت رعاية وبموافقة وزارة التربية والتعليم. جميل. كيدز ريد الفكرة منه ايه؟ هو يعني بيشجع مهارات القراءة. طبعا القراءة من يعني اساسيات لو الانسان عايز يكون عنده مهارات تفكير طبعاً. مهارات سلوكية، اطلاع على ثقافات العالم. القراءة شيء اساسي، ودي من الحاجات اللي احنا مش مألوفة قوي عندنا في العالم العربي، قصة ان احنا نقعد نقرأ. للأسف ان احنا فعلا ثقافتنا العربية بشكل عام ما فيهاش فكرة أهمية الكتاب أو أهمية بالزبط. القراءة يعني دايما حتى في الأماكن العامة أو في أي أماكن بتروحيها ممكن تلاقي أجانب كتير جدا وقت استرخائهم أو في وقت مثلا الويكاند بتاعتهم أو حاجة بيبقوا بيستمتعوا بالقراءة حتى على أي مكان. لكن إحنا ما عندناش الثقافة حتى دي، حتى في وسائل المواصلات، حتى في وسائل المواصلات، حتى في كل حاجة، مع كمان دخول الإنترنت ومع سهولة الحصول على المعلومات فبقى الموضوع أصعب. بالظبط بالظبط. عشان كده احنا عايزين ننمي المهارة دي، مهارة القراءة، عشان نخلق جيل عنده يعني وعي واطلاع وقدرات تفكير وتحليل وإبداع. القراءة طبعا في حد ذاتها تحدي، وكمان القراءة بالإنجليش، لأن احنا يعني أساسا طبعا عايزين نطور كمان مهارات طبعاً اللغة الإنجليزية طبعاً. فعشان كده هي دي يعني احنا قدمنا المبادره دهيت اللي وافقت عليها وزاره التربيه والتعليم. دي كانت فكره المركز الثقافي البريطاني استاذه داليا، ولا دي كانت فكره مين او مين كان صاحب المبادره في القصه دي؟ المبادره دي جايه من المجلس الثقافي البريطاني، واحنا يعني طبعا البنك العالمي اللي ذكرته لحضرتك اللي بيمول المشروع. اللي بيمول برضه هم مهتمين، لان احنا برضه عايزين نعمل حاجه تخدم المجتمع في الوطن العربي وفي مصر بالتحديد. وزارة التربية والتعليم رحبت بالفكرة. جميل. والحمد لله ان احنا بدأنا. حضراتكم هتختاروا مدارس معينة ولا ده هيتم تنفيذه على كل المدارس الحكومية مثلا في القاهرة او في بعض المحافظات؟ يعني ازاي صنفتوا بقى المدارس واخترتوها وعلى اي اساس؟ طبعا لان المبادره دي اول سنه ليها، فيعني في اي تجربه جديده صعب ان انت تنفذيها على نطاق واسع، لازم تعملي على نطاق محدود وتقيميها، ونامل ان شاء الله في المستقبل ان احنا نقدر ان احنا نطبقها على نطاق اوسع. اختيار المدارس، لان احنا بنشتغل مع وزاره التربيه والتعليم ومعنيين بتطوير المجتمع، فاحنا دايما بيبقى شغلنا مع مدارس حكوميه. ليه؟ لان هي دي اللي محتاجه دعم اكتر، يعني المدارس الخاصه يعني الدوليه عندها موارد كافيه. فبنحاول نوجه مواردنا للمدارس الحكومية للناس اللي محتاجة أكتر التطوير. بالظبط. اختيار المدارس دوت ما بيكونش في إيدينا، وزارة التربية والتعليم هي الشريك الأساسي المعني بالحتة ديت، بتوجهنا للمدارس، وأي مدرسة بتقول لنا عليها احنا سعداء ان احنا نشتغل معاك. المشروع ابتدى فن ولا لسه؟ المشروع ابتدى فعلا. يعني هل التجربه بقت فعليا موجوده دلوقتي في بعض المدارس؟ احنا دلوقتي يعني احنا لسه عاملين تدشين المشروع قريب جدا، يعني من حوالي اسبوعين. فيعني المرحله الاولانيه ان احنا المدارس عرفت المشروع طبعا بعد الوزاره، ان الكتب توصل للمدارس. المرحله المقبله هتبقى تدريب للمدرسين على ازاي يستخدموا القصص
والكتب اللي الولاد هيقروها. ودي جزئية مهمة جدا، لانه افتكر كمان انه اللي هينقل المعلومة او اللي هيوصل المعلومة هو المدرس بتاع الولد اللي او بتاع الاطفال اللي موجود في المدرسة، مش من المركز الثقافي البريطاني. طبعا من المجلس الثقافي البريطاني هيكون مدربين يدربوا المدرسين، وبالتالي المدرسين والمدرس في المدرسة يقولوا هو اللي بيوصل للطالب. جميل. يعني احنا مش بنوصل مباشرة للطالب. يعني في الاخر هتبتدوا الاول بتدريب المدرس، وبعدين المدرس هو اللي هيعلم الطالب او هينقل اللي انتوا حابين توصلوه. هل هيبقى فيه اشراف؟ هل هيبقى فيه، مش عايز اقول رقابة لانه ما افتكرش ان حاجة زي كده محتاجة رقيب، ولكن هل هيبقى فيه اشراف على الاسس اللي انتوا حاطينها وتأكيد ان اللي انتوا حاطينه هو اللي وصل للطالب؟ بصي، هي منظومة متكاملة، يعني زي ما ذكرتي ما ينفعش ان احنا نتعامل مع الطالب بس ولا المدرس بس. احنا لازم محتاجين المدرس نشتغل معه عشان المدرس اللي هيوصل للطالب، كمان محتاجين المدربين من وزارة التربية والتعليم والمدرسين الاوائل والمشرفين اللي هم هيمكنوا المدرس ان هو يطبق الحاجات دي، ان هم يكونوا معانا في التدريب. واحنا المتابعة بقى دي يعني شيء لا غنى عنه، لان يعني احنا طبعا زي ما قلتي هي مش مسألة رقابة بس، الدنيا ماشية ازاي، بس المعلومة وصلت، النتائج اللي احنا عايزين نوصل لها فعلا اللي هي ايه، ان الولاد فعلا بيقروا ولا لا. طبعا. الولاد فعلا يعني يعني احنا مثلا الكتب الموضوعات اللي بيقروا فيها ايه، البيئة، اهمية الفلوس، ازاي نتعامل بالفلوس، ازاي الواحد يكون مواطن فعال في البيئة بتاعته، الدور اللي ممكن يقوم مناسبة للسن كمان، يعني الحاجات المناسبة للمرحلة العمرية. انتوا تقريبا اخترتوا من 6 سنين ل 11 سنة، من 6 ل 12. من 6 ل 12 المرحلة الابتدائية. المرحلة الابتدائية، جميل. طيب هل وارد انكم تلاقوا مثلا مدرس غير كفء؟ يعني في فترة من الفترات اللي فاتت كان في زي دورات تدريبية وإعادة تأهيل للمدرسين، وكان في اعتراض كبير جدا من المدرسين على حاجة زي كده، ولو إن احنا محتاجين ده فعلا. إنما هل هيبقى في مثلا، هل أي اختبارات للمدرسين؟ هل ممكن تلاقوا مدرس غير كفء إنه يوصل المعلومة اللي انتوا عايزين توصلوها؟ هل يكون مثلا قدراته مش سامحة إنه يقدر يحقق لكم اللي انتوا عايزين توصلوه؟ هو ما فيش اختبارات مفيش اختبارات. هي يعني احنا طبعا لما بنتكلم مع الوزارة موضحين لها اطار المشروع والمتوقع من المدرسين ايه، وده بنأمر ان هو يتنقل للمدارس. والمدرسة هي ليها الحرية انها تختار المدرسين اللي هيشاركوا في المشروع، فنأمر ان هم يكونوا مدرسين متحمسين وحابين. هي مش مسألة عنده القدرة او لا، لان احنا هندربهم. وهي مش مسألة معلومة معينة احنا عايزين نوصلها. لا، هي يعني انا عندي دلوقتي قصة، ودي وسيلة التواصل بين المدرس والطالب. أيوة. إزاي أنت كمدرس تقدر تستخدم الوسيلة اللي في إيديك ديت عشان تطلع أفضل ما في الطالب وتحببه في القراءة وتحببه في اللغة؟ ده اللي احنا هندرب المدرسين عليه وهنتابعهم. فيعني أنا عندي أمل إن إن شاء الله الموضوع إن شاء الله الموضوع ينجح. طريقة التدريب أستاذة داليا، طريقة التدريب هل هتتم في المركز الثقافي البريطاني مثلا؟ المدرسين اللي اختيروا علشان يقوموا بالعمل ده هيكونوا مثلا عندهم كورسز معينه او حاجات معينه بيتعلموها في المركز الثقافي، ولا انتوا اللي بتروحوا لهم المدارس وانتوا اللي بتنقلوا لهم كل اللي حضراتكم عايزين توصلوه؟ لا، هي تدريبات هتكون في المدارس، يعني هي كذا مدرسه مختاره من كل دوله، هو المشروع اقليمي يعني على مستوى المنطقه، فتبقى مثلا مدرسه واحده من المدارس المشاركه يحصل فيها التدريب، والتدريب بيبقى في يعني في شكل ورش عمل. بيبقى فيه برضو مثلا نموذج المحاكاه، يعني مثلا احنا شايفين دلوقتي تقريبا جزء من مشروع كيدزريت. يعني ده الالك اللي احنا شايفينه دلوقتي دوت، ده ستوري تيلر، يعني بيوري ازاي نحكي قصه للاطفال في المدرسه. بالظبط. فالورش العمل بتبقى قائمه على اسلوب الفيديو كده، يعني انا بشوف بدل ما اقعد اشرح لك بصي تقفي كذا وتقولي كذا، بوريكي نموذج تقدري انت يعني طبعا تستخدمي اسلوبك الشخصي ان انت تطبقي نفس المهارات. جميل. المواعيد بقى بتاعت التدريب إذا كانت للمدرسين أو حتى للطلبة، يعني هل المشروع بالنسبة للطلبة هل هيتم تحصيله من خلال اليوم الدراسي العادي، ولا الطالب هيحتاج يقعد مثلا فترة بعد المدرسة كنشاط إضافي زي ما بيحصل في بعض المدارس؟ ده جزء التاني. هل بالنسبة للمدرس التدريب برضو هيبقى خلال اليوم الدراسي ولا في مواعيد تانية؟ احنا بنحاول بقدر الامكان ان كل حاجة تكون في خلال اليوم الدراسي عشان ما يبقاش فيه عيب لا على المدرسين على المدرس ولا على الطالب. ولا على الطالب. جميل. في نفس الوقت كمان المواضيع اللي احنا مختارينها يعني برضو بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مواضيع لازم تكون مرتبطة بالمنهج. احنا عارفين قد ايه التعليم عندنا والمناهج تقيلة قوي، والدنيا بتبقى يعني مزنقة جدا بالنسبة للمدرسين، فمش عايزين نضيف عيب مواضيع ما لهاش علاقة بالمنهج وأنشطة برا المنهج. لا، كل حاجة احنا بنحاول نربطها ان دي تدعم اللي بيدرسوه
طبيعي في العربي وفي اللغة الإنجليزية في المنهج بتاع المدرسة، فده هيبقى حاجة بتضيف بجانب المنهج. جميل. بالنسبة للتطوع أو العمل التطوعي في المشروع، هل هو كل اللي بيعمل فيه متطوعين، ولا بما أن فيه ممول زي ما حضرتك كنت بتقولي في بنك عالمي بيمول المشروع، فالناس دي بتاخد فلوس على الشغل اللي هي بتعمله؟ لا، ده عمل تطوعي. عمل تطوعي. التمويل من البنك عشان الكتب، عشان المدربين، عشان مثلا زي ما شفنا ألك مثلا، حاجات زي كده. لكن يعني احنا مش واخدين فلوس، والمدارس مش واخده فلوس، والوزاره مش واخده فلوس، يعني هي كلها في الاخر لمصلحه. عمل تطوعي لمصلحه الطلبه. جميل. ابتديتوا المشروع من قد ايه فعلا؟ المشروع الترتيب ليه بدأ يعني بقاله يعني حوالي سنة. يعني فكرة المشروع وعرضها والموافقة من الوزارة والتمويل من البنك والدول المشاركة والقصة دي كلها يعني، لكن من حوالي يعني من بداية السنة الدراسية ديت بدأنا تدشين المشروع في الدول في المنطقة كلها. يعني المنطقة كلها. الوزارة اختارت لكم مدارس منين؟ من أي محافظات؟ القاهرة فقط ولا من بعض المحافظات؟ من القاهرة. السنة الأولى من القاهرة. السنة الأولى من القاهرة بس. في بعض مناطق ولا في يعني مناطق معينة ولا في كل المناطق؟ لا، هي يعني في مختلفة، في مصر الجديدة، يعني مدينة نصر، مجموعة إدارات مختلفة. رد فعل المدرسين على المشروع واستقبال المدارس للموضوع ده وتفاعل الطلبة مع المدرسين المدربين على ان هم ازاي يحببوهم في القراءه او ازاي يربطوا ما بينهم وبين الكتاب، لانه ده شيء مهم جدا زي ما كنا بنتكلم، كان عامل ازاي؟ والله المدارس مرحبه جدا. يعني اللي جم في الفيديو اللي احنا شفناه كان ده كان تدشين المشروع، كان حفله تدشين المشروع، وكان في المدرسين ومديرين المدارس اللي هيكونوا المشروع المبادره يعني هتحصل فيهم، وكان في طلبه اللي هم المفروض هم هيبداوا يقروا كده، وكانوا يعني كلهم سعداء جدا من وجهه نظر المدرسين والمديرين ان هم فعلا زي ما حضرتك حاسه دي حاجه فعلا احنا محتاجينها. احنا محتاجين فعلا ان الولاد الاجيال الجديده تتعلم وتحب فعلا القرايه. بالظبط. مش مساله ان هي يعني احنا عندنا كتب، ما في كتب كتير، الكتاب المدرسي موجود، بس يعني مين بيبقى عايز يبص فيه اساسا حقيقي؟ فاحنا عايزين الحاجه تبقى بحب، نحب القرايه. فهم سعداء جدا. بالنسبه للاطفال لما حضروا السيشن مع أليك بتاعه اللي هو كان بيحكي لهم قصص وحاجات زي كده، رغم ان طبعا يعني هو بالنسبه لهم مستوى انجليش عالي شويه عليهم طبعا، القصه كان بيحاول يبسطها، لكن كانوا متفاعلين جدا. وحتى كانت مديره المدرسه بتقول لي الولاد رجعوا المدرسه بيغيظوا زمايلهم اللي ما راحوش، وقال لهم احنا عملنا وسمعنا، حاسين انه في اختلاف وحابين الموضوع جدا. حبوها جدا. جميل جدا.